12 من يونيو عام 2013، شهد مقر مكتب وزير الثقافة الموالي لجماعة الإخوان المسلمين اشتباكات متبادلة بين مناصر الجماعة والمثقفين المعتصمين لليوم الثامن على التوالي، الذين وقفوا حائلاً أمام أخوانة الوزارة. تدفقت جحافل من الميليشيات الإخوانية أتت لمحاصرة الاعتصام، قبلوا بصمود منيع من المثقفين. زادت الأجواء حدة بعد أن ارتفعت شعارات عدة تطالب بإسقاط حكومة الإخوان. ساعات من الكر والفر احتبست خلالها الأنفاس، دماء متناثرة ومشاهد مأساوية أخرى ما أتعسها. كان الوسط الثقافي وقطاعات كبيرة من خارجه على قلب رجل واحد. تكلل صمود المعتصمين في نهاية اليوم بإصدار بيان عام جماعي أكدوا فيه استمرارهم في الاعتصام مهما كانت التكلفة، رافعين شعار موجودون هنا حتى رحيل الإخوان. في التوقيت نفسه كانت مناشدات وزارة الكهرباء للمواطنين بضرورة ترشيد التيار الكهربائي تتوالى، مهددة المخالفين للتعليمات بالغرامة والعقاب.